هذا وأكد عضو مجلس الشورى أسامة الربيعة أن أعضاء المجلس يراجعون بشكل دوري كل التقارير الصادرة من الجهات الحكومية دون تمييز، مشيرا إلى وجود لجان تتابع التقارير وعددها 14 لجنة تراقب عمل الجهات الحكومية. ما في شك أن المجلس الحقيقة يدرس كل تقارير الجهات الحكومية التي تأتي من المقام الكريم، ومن خلال دراسته يكون فيها نوع من الرقابة، ليست فقط على العفو الكلمة يعني جهة معينة سواء كانت تتعلق بالميزانية أو غيرها، إنما كل الجهات الحكومية عندما ترفع تقاريرها تقارير تشمل أنشطة التي تقوم بها اللي هو النشاط الأساسي، وكذلك ما يتعلق بأوجه الإنفاق والصرف وما تقوم بتحقيقه من إيرادات، كل هذه تكون تحت نظر اللجان المختصة. ما في شك اللجنة المالية إحدى اللجان، كذلك هناك يعني 14 لجنة قائمة تقوم بدراسة كل تقارير الجهات الحكومية دون استثناء.